السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن سوف يتم تحضير السوبر بلاك رويال. طبعا هذه عناصر ومعادن خمرناها. خلينا نضبط عملية سرعة الجهاز. أضاف شيء. أقرأ التصوير رجع لكم بعد ما أغلق عملية التحضير. طبعا الآن بعد ما عملنا على خلط المواد 3 دقائق، الآن كده كفاية. هذه طبعا الكمية كافية ل 35 طن ما يعادل، طبعا هذا تركيز عالي جدا، يعني ما يعادل اللي يغطي لك 10 هكتار. العشرة الهكتار تقول تقريبا 10 هكتار، 10,000 متر، 10 هكتار مظبوط، يعني 100,000 متر. الآن بعد 5 دقائق عملية التحضير، هذا البلاك رويال هذا المكيال كافي على حوض بهذا الحجم بعد غمره بالماء. هنشوف شكل النبات هذا ايش يصير فيه بعد ما حطينا السوبر بلاك رويال. هنحط الحوض ده كمان، شوف كيف اوراق النبات طايحه. طبعا احنا الان حنشوف بعد ما نحط السوبر بلاك رويال ايش يصير خلال الاربع ساعات القادمه. طبعا استخدمنا احنا قبل امس رماد البلاك رويال، واذا احنا شايفين ما شاء الله معطيني حجم، يعني حجم الورقة ده ما هو طبيعي، هذا الحجم الطبيعي. شوف بعد البلاك رويال كيف صار، تمام. طبعا كانت وجعانة هذه التفاحة التايلاندي، هذه نفسها التفاحة التايلاندي، شايفين حجم الورق كيف مع البلاك رويال، ما شاء الله تبارك الله، الحجم الطبيعي هذا هو، معناته في غذاء كويس جاها. التوت ما شاء الله تبارك الله مي قادرة توقف الشجرة بسبب بلاك رويال. شوف حجم ورقة كيف ما شاء الله، مي قادرة توقف الشجرة. هذا البلاك رويال استخدمناه، وهذا نموات جديدة فينا لين فوق ما شاء الله. حبيت اوريكم افضل سماد تم استخدامه، هذا الباذنجان الاسود هو بنجني دحين، حجامه كبيره ما شاء الله. طبعا انا بستخدمه على المزرعه برا عندي، اوريكم ايش اللي بيسويه. في حجم الازهار كاسيا جلوكا، هذا كله انا بستخدم عليه البلاك رويال. يعني ما شاء الله يزهر مستمر، ما شاء الله السدر الصيني، هاي في البراعم كيف الصغيره طالعه، شاي ازرق كوكنتش كاسيا جلوكه